الطبيعية والتسلل إلى الجناح سي الذي تقيم به الطالبات، وقام بالصعود إلى غاية الطابق الثالث، ثم قام بقطع التيار الكهربائي في هذا الرواق والتهجم على إحدى الغرف التي كانت تتواجد بها طالبتين جامعيتين، ومن ثم الاعتداء عليهما بواسطة سلاح أبيض يتمثل في مطرقة، ليهم بعدها بالصعود إلى الطابق الرابع أين التقى على مستوى الأدراج المؤدية إلى الطابق الرابع بطالبتين أخرتين، وقام بالاعتداء عليهما بنفس الطريقة وبنفس السلاح الأبيض المتمثل في مطرقة. وبعد تعالي صراخ الطالبات بالجناح لاذ بالفرار، ليتم اعتراض طريقه وإيقافه من قبل أعوان الأمن والحراسة للإقامة الجامعية والاتصال بمصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بودواو، والتي تنقل عناصرها على جناح السرعة إلى مكان الوقائع وقاموا بإيقاف المشتبه فيه وتحويله إلى مصالحهم للتحقيق معه. كما تم نقل الضحايا الأربعة إلى كل من مستشفى سليم زميرلي بالحراش ومستشفى مصطفى باشا الجامعي على جناح السرعة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، أين غادرت طالبتين المستشفى بعد تلقيهما العلاج، بينما بقيت طالبتين بالمستشفى تحت العناية والمراقبة الطبية نظراً لخطورة إصابتهما وخضوعهما لعمليات جراحية دقيقة. كما كشفت التحريات الأولية عن تقصير وتهاون من قبل بعض أعوان الأمن والحراسة، أين غادر أحدهم مكان عمله نحو منزله، كما أن عون الأمن والحراسة الذي كان مكلفاً بالحراسة بالقرب من الموقع الذي دخل منه المشتبه فيه لم يكن متواجداً في مكانه، مما سهل له ارتكاب هذا العلم عمل الإجرام الشنيع. كما أن التحريات بيّنت عدم وجود أي صلة بين المشتبه فيه أو أي شخص آخر داخل الحرم الجامعي بصفة فردية ومنعزلة. وبتاريخ اليوم الموافق للفاتح من شهر مارس 2022، تم تقديم أمام نيابتنا أطراف القضية، وبعد سماعهم واستجوابهم من طرفنا قمنا بإحالة ملف القضية على السيد قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ومتابعة المتهم الرئيسي بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومتابعة متهمين اثنين من أعوان الأمن والحراسة بجنحة الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، مع التماس إصدار أوامر إيداع ضدهم. السيد قاضي التحقيق بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول أصدر أمرا بإيداع المتهم الرئيسي رهن الحبس المؤقت. وفي الأخير، لا يسعنا إلا أن نتمنى الشفاء العاجل للطالبات المصابات، كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر إلى كافة الطلبة على حسهم المدني الرفيع والذي سهل عمل المصالح الأمنية ومكنهم من إتمام التحقيقات في أحسن الظروف. الشكر موصول كذلك إلى أسرة الإعلام على قبولهم الدعوة ومساهمتهم في تنوير الرأي العام.
شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.